السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. اجتمعت بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار السياسي التي يرأسها الوزير الأمين العام للرئاسة سيدنا علي محمد خونة. ويأتي اجتماع اللجنة بين يدي الاستعداد لانطلاقة الحملة الخاصة بالاستفتاء الشعبي على الدستور المرتقب إجراؤه في 5 من شهر أغسطس القادم. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين الشيخ إن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز لا ينوي ترشح لمأمورية ثالثة ولا يريدها، وإنه لم يكن يرغب في السلطة خلال فترة المجلس العسكري وكذا المرحلة التي عقبت ذلك. وأضاف الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن الأغلبية وعموم الشعب الموريتاني متمسكان بالرئيس ويريدانه أن يترشح من أجل إكمال الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات. ناقشت ندوة نظمت في العاصمة نواكشوط بالتعاون بين منتدى الشرق ومركز مبدأ موضوع الحركة التدوينية ودورها في صناعة الرأي. شارك في الندوة عدد من المدونين الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بعض الباحثين والأساتذة الجامعيين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من المواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري بحول الله. السلام عليكم.